يبدأ اليوم المؤتمر السنوي لحزب المحافظين البريطاني أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، وسيكون المؤتمر التجمع الأخير للمحافظين قبل الانتخابات العامة المقبلة، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستصب في صالح الحزب، إلا أن الكثيرين يرون أن الناخب البريطاني لا يزال قلقا تجاه خطط الحزب لاستقطاع جزء كبير من الإنفاق الحكومي لمعالجة العجز في الموازنة العامة.